قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نصبح على دينا وطمنا على حالة الطقس وكمان أسعار العملات والدهب. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير محمد، صباح الخير يا هدير، صباح الخير يا على كل مصريين في كل مكان. عندنا النهاردة طبعا بعض الأخبار، بس كمان في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع إن احنا مبارح كنا حاسين ببرودة الجو، كانت بالليل شديدة جدا جدا مبارح، من أكتر الأيام يمكن خلال الأسبوع اللي فات. تعالوا بس نطمنكم على حالة برضو أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة، وهنبدأ معاكم من الدولار الأمريكي وسعر البيع وسعر الشراء. هنبدأ طبعا من سعر البيع، 18.59 جنيه و18.51 جنيه للشراء. اليورو 20.26 جنيه للبيع و20.16 جنيه للشراء. الجنيه الاسترليني 24.28 جنيه للبيع و24.16 جنيه للشراء. الفرنك السويسري 19.62 جنيه للبيع و19.52 جنيه للشراء. اليوان الصيني سعر البيع 2.88 جنيه و2.87 جنيه للشراء. ريال سعودي 4.95 جنيه للبيع و4.93 جنيه للشراء. دينار كويتي 60.96 جنيه للبيع و60.60 جنيه للشراء. درهم إماراتي 5.06 جنيه للبيع و5.03 جنيه للشراء. هنروح معاكم لأسعار الذهب النهاردة، وهنبدأ معاكم من سعر سوق العيار 18، سعره 926 جنيه، عيار 21 1080 جنيه، عيار 24 1234 جنيه، ووصل الجنيه الذهب ل 8640 جنيه. وبالنسبة طبعا لأحوال الجو النهاردة، في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، الجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي النهاردة نشاط رياح على أغلب الأنحاء هتمتد للقاهرة الكبرى. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 37، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.